النهاردة انطلقت فعاليات المؤتمر الإقليمي الـ11 لحاجة اسمها المجلس الإقليمي لغرف التجارة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمؤتمر كان تحت عنوان تسريع الاستثمارات الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الولايات المتحدة والشراكات الإقليمية من أجل النمو، اللي بتنظمه غرفة التجارة الأمريكية بأحد فنادق القاهرة، ومشاركة الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ وعدد من الوزراء. إيه حكاية المؤتمر ده وليه واخد أهمية كبيرة المرة؟ بانكير نبض البنوك. شوف حضرتك، المؤتمر ده من أهم المؤتمرات في 2023، لأنه بالمختصر المفيد ده ممكن يكون طاقة القدر للمنطقة، لأن كل غرف التجارة الأمريكية واللي هي مسؤولة عن التعاون التجاري مع الدول وعمل المشروعات والاستثمارات الأمريكية في الدول اللي فيها الغرفة دي، والأول مرة أمريكا تكون مهتمة جدا بموضوع التعاون التجاري والاقتصادي مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالشكل ده. وأكيد كلكم عارفين السبب، وهو أن أمريكا قلقانة من تقارب بعض الدول اقتصاديا بشكل كبير من روسيا، وقدرت تعمل علاقات تجارية قوية ساعدتها في ظروف العقوبات الاقتصادية الأوروبية والأمريكية على روسيا، واللي ما جابتش نتيجة بسبب علاقات التعاون مع الدول. وعشان كده أمريكا فكرت تملى الفراغ اللي سابته في بوابة التجارة والاقتصاد. المؤتمر وحسب تصريحات المسؤولين هيفتح الباب على آخر المشروعات والاستثمارات الأمريكية في المنطقة، وكمان تفعيل اتفاقيات مشروع الاقتصاد الأخضر اللي اتفقت عليها مصر في مؤتمر شرم الشيخ الأخير. ومن هنا مصر كانت محور انعقاد المؤتمر، واللي بتنظمه الدورة دي غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة. وحسب أجندة المؤتمر هيكون في فعاليات كتير، وهيفتتح أعمال المؤتمر سيلفيا ميناسا الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، الجلسة الأولى اللي هيتكلم فيها طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ورئيس المجلس الإقليمي لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وسامي بوسابا رئيس غرفة التجارة الأمريكية بدبي ونائب رئيس المجلس الإقليمي لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، ومارتي دوربن نائب الرئيس الأول لشؤون السياسات ورئيس معهد الطاقة العالمي الولايات المتحدة، والسفير دانيال روبنشتاين القائم بالأعمال الولايات المتحدة السفارات بالقاهرة. وبحسب المعلومات، المؤتمر هيناقش في الجلسة العامة سبل النهوض بالسياسات الإيجابية المناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمؤتمر هيشارك فيه الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ والمبعوث الخاص بالأمم المتحدة المعني بتمويل خطط التنمية المستدامة لعام 2030، وياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وشخصيات دولية كبيرة جدا. ولو حضرتك مش فاكر، مصر وقعت اتفاقيات وبروتوكولات تعاون ما بين الصندوق وعدد من المطورين بقيمة 83 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة خلال مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، ومجرد البدء في تنفيذها هتحصل نقلة كبيرة في الاقتصاد المصري عشان حجم الاستثمارات ضخمة جدا، ده غير فرص العمل اللي هتتوفر بالإضافة لتوفير منتجات الطاقة التانية والتقليدية والمكلفة على خزانة الدولة. وأكيد المشروعات دي هتكون على مائدة مؤتمر الغرف التجارية الأمريكية في مصر. أنا أشرفت أشرف، وإلى اللقاء. بانكير نبض البنوك.